وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة تحسيسية للوقاية من المخاطر الكبرى. تبع التعليمات تخرج سلامات. الزلزال ظاهرة طبيعية شيعة بزاف، ولكن ما نقدروش نتنبؤ بها، وهي من أخطر الكوارث الطبيعية بحيث تتسبب في أضرار بشرية ومادية كبيرة. يتكون سطح الأرض من 12 قطعة كبيرة تسمى الصفائح التكتونية. كل عام هذه الصفائح تتحرك ببضعة سنتيمترات، مما يشكل ضغوطات في مناطق الاحتكاك فيما بينتها، الشيء اللي ينتج عنه تراكم كبير للطاقة حتى الانفصال المفاجئ اللي هو الزلزال. عرفت الجزائر مع مرور الزمن زلازل كثيرة وعنيفة، وهذا نظراً لنشاط زلزال المكثف في المنطقة الشمالية تاع البلاد، واللي يرجع إلى تقارب بين الصفحتين الإفريقية والأوروآسيوية. خلفت هذه الزلازل العديد من الضحايا والكثير من الأضرار. الجزائر العاصمة عام 1716، 20,000 متوفي. أشلف عام 1954، 1250 متوفي و 3,000 جريح. و 1980 أكثر من 2500 متوفي و 9,000 جريح. بومرداس عام 2003 أكثر من 2200 متوفي و 10,200 جريح. واش لازم نديرو قبل، أثناء وبعد زلزال؟ قبل زلزال كونوا دايما مستعدين، تخلصوا من جميع الحالات اللي ممكن تشكل خطر عليكم أو على أفراد عائلتكم. كيفية وضع الأثاث أو تعليق الرفوف أو تخزين بعض الأمتعة الثقيلة. اتأكدوا من التوفر الدائم لحقيبة الإسعافات الأولية ومصباح يدوي، وتأكدوا من تعيين موضعهم لكل أفراد العائلة. اتعرفوا على الأماكن اللي موجودة فيها صمامات إغلاق الغاز والماء وقطع الكهرباء باش تتفادوا أخطار أخرى. أثناء الزلزال تصرفوا بحذر، ما توقفوش قريب من النوافذ وجدران الواجهة، وما تخرجوش على الشرفات، ما توقفوش وسط الغرفة، ما تخرجوش من الدار، اتخباوا تحت طاولة تكون متينة، وحموا راسكم ورقبتكم بدرع، ووقفوا في زاوية من الغرفة أو تحت إطار الباب. إذا كنتوا على برا بعدوا على المباني والأشجار وأعمدة الكهرباء. إذا كنتوا في السيارة ما تتوقفوش تحت جسر أو قريب منه، وما تتوقفوش داخل نفق. في كل الحالات إذا كنتوا تمشيوا أو في سيارة اتوجهوا لمكان واسع ومفتوح وبقوا فيه حتى تحبس الهزة. بعد زلزال ابقوا يقظين وردوا بالكم. قبل ما تخرجوا من الدار اتأكدوا أنكم قطعتوا الغاز والماء والكهرباء تحسباً للهزات الارتدادية تاع الزلزال، وخرجوا من الدار وما تاخدوا معكم غير الأشياء الضرورية. ما تستعملوش المصعد، انزلوا في دروج. وباش تتفاداو ازدحام شبكة الهاتف ما تستعملوش الهاتف ديالكم إلا في الحالات الطارئة. ابقوا في الاستماع للمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية. بعدوا عن شواطئ البحر، ما تستعملوش السيارة تاعكم غير في الحالات الطارئة القصوى. تجمعوا في فضاء مفتوح. تبع التعليمات تخرج سلامات. تم إعداد هذه الحملة من طرف برنامج كابدال، ديمقراطية تشاركية وتنمية محلية.